رقية بنت محمد في ماليزيا، كيف كان السؤال الأول؟ وهلا أسمعتنا الآية التي طلب منك قراءتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شكرا جزيلا لك. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا لك القارئة رقية. تعليق